وشا. سعيدة طبعا جدا بالتكريم، وأي فنان لما بيحصل له تكريم أو بيتكرم أكيد هيبقى فخور بده ومبسوط بده، لأن ده بيديله بوش وبيديله حافز وبيديله طاقة وبيحسسه أنه طول الوقت مجهوده مش بيروح، الناس مقدرة ده وجمهوره مقدر ده، فأكيد أنا مبسوطة وأي فنان هيبقى مبسوط بده. بالنسبة لدكتور يحيى، أنا شاركت معاه في مسلسل قبل كده بس كنت صغيرة جدا، مسلسل ألف ليلة وليلة، كان إخراج أستاذ جمال عبد الحميد، كان ليا الشرف ان انا في بداياتي ان انا اشتغل مع دكتور يحيى. فدلوقتي طبعا احساس مختلف خالص، يعني هقول ايه عنه، هو كلام عنه قليل، يعني يحيى الفخراني كفايه بين قوسين، فاكيد مش هقدر اعبر عن سعادتي بالعمل معاه. وكمان انا كان نفسي اشتغل مع شادي الفخراني كمخرج، لان هو مخرج مميز جدا، وان شاء الله نعمل حاجه مختلفه خالص، لان انا دوري في العمل مختلف تماما ما قدمتوش قبل كده. الاسطوره بقى محمد رمضان، دي مش أول مرة نشتغل أنا ومحمد مع بعض، لكن أول مرة أشتغل مع أستاذ محمد سامي، وأنا طبعا من معجبين بيه جدا كمخرج. والأسطورة طبعا عمل مكتوب بشكل أكتر من رائع، وكلنا متحمسين ليه وكلنا داخلين عليه بنفس، فأنا الحمد لله يعني العملين داخلهم وفي طاقة إيجابية كده أتمنى أنها تطلع في الشغل. يعني إن شاء الله إحنا في كيميا ما بيننا من زمان، يعني عملنا مسلسل اسمه إحنا الطلبة، وكنا بنشتغل قصاد بعض برضو، كنا طالعين احنا الاثنين قدام بعض، فانا بحب الشغل مع رمضان بصراحة، بستمتع بيه، هو ممثل بيدي اللي قدامه طاقة طول الوقت، وخصوصا ده اتأكد على المسرح، لان المسرح يعني من اصعب انواع الفنون، انت كل يوم بتواجهي جمهور، فمحتاجة كل يوم تطلعي حاجة جواكي ومشاعر معينة، فهو من الناس اللي فعلا بيدي اللي قدامه، وانا كممثلة لو ما خدتش مش هعلى، يعني اقصد انه محمد من الناس اللي فعلا بيعلي اللي قدامه جدا جدا، فدي حاجه تفرح اي ممثل يشتغل معاه.